السوري عم بأسرع على كل شيء من ناحية الترافيك، يعني لعجة السير، ومن ناحية الجامعات والمدارس والإقامات كله. اللجوء السوري يعني عم بيأثر محل بمحل، إنه من جهة إنه صار في كتير أوفر. نحن صرنا ضيوف بهالبلد وهن استملكوه، بس بتمنى كل سوري يرجع على بلده لنقدر نعيش، لأنه ضغط علينا. سوريا صاروا أكثر من لبنان. هودي الجماعة صار عندهم حالة معينة عندهم بالبلد، هي حالة حرب. الله لا يجربنا ولا لا يجرب حدا. بدنا نتفهمهم، بس كمان بده يكون في خطة موضوعة كمان نقدر نحصل على الموضوع هذا وما تخليه يتفشى أو يأثر سلبا على البلد أو على أولاد البلد. لا أنا ما مشكلة، لأنه ما عندهم أصلا محل يروحوا فيه، بس أنه مش لهالدرجة، أنه لازم الدولة أصلا تحط لي ميت. كأنه هيدا لبنان لازم نسميه سوريا، لأنه ما فيك تحكي ما في سوريا. بالبناية في سوريا، أنا كمان ببنايتي في سوريا وبمدرستي في سوريا. سوريا صاروا أكتر منا بلبنان. أنا برأيي أنه اللاجئين السورية عم بزيدوا كتير عبء علينا بلبنان. نحنا باللبنانية مش قادرين نخلص والدولة مش عم تضحي، يعني كيف بعد نجيب اللاجئين السورية؟ أوكي لازم نستقبلهم كل شيء، بس أنا بحس أنه في ليميت، ما فينا كتير نتخطيه. أنا اللبنانية عم يروحوا على غير البلاد يشتغلوا، والسورية عم يجوا لهون. بطل عن يدعم اللي بلبنان، صار هنا عم يخدوها كلها. المعيشة غلت وكل شيء غلي والأجارات غلت. الأجانب الأفضلية لإلهم صارت سريلانكية مصرية، صاروا سورية مش بس سورية. لبنان ما بيتحمل هالقد. بالمدارس فجأة صار في كمية كتير كبيرة من السورية، كتير مأثرين على البلد economically و everything. نحن مش ضد يكون في لاجئين سورية بلبنان، بس بذات الوقت إنه في عالم بلبنان بعدها لاجئة بلبنان وهي لبنانية أصلا، فإذا بنقدر نلاقي لها حل نرجع منشوف موضوع اللاجئين السورية بلبنان. بصير واحد يخاف من السرقة كتير، انه يكون هن كمان جايين عطشة العاملة عنده، فبقى معهم كتير مصاري هون. يعني بعد ما نحن عم نجرب نحط المشكلة بحدا تاني، بس انه المشكلة عنا نحن. بصير تخاف امشي على الطريق لوحدي، اكيد يعني قلت انه وين ما تروح بتشوف سورية اكتر مما تشوف مني، مع كل احترامي لقلهم يعني يمكن هن منيح، بتخوف شوي الشغلة. بس مش ضد اللاجئين السورية عامة، بس ضد انه هلا مش وقت. ان شاء الله بتنحل الازمه بسوريا، وان شاء الله بيرجعوا على البلد يلي تربوا فيه وخلقوا فيه.